هنا الصدارة، هنا المقدمة، هنا المركز الأول، وياتي مشوش على الصدارة وعلى المركز الأول. عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زعل من ياتي على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني الواضح لسعيد بن محمد بن سلطان العويسي، وهنا يأتي مرهي عبد الله بن علي بن واس من ياتي على المركز الثالث. المركز الرابع هملول سلطان بن علي بن سهيل اليبهوني من يأتينا رابعا. وفي المركز الخامس يأتي براك حميد بن سلطان بالكديدة، وهنا وصول من الذهب سلطان بن محمد بن هاشل الشامسي من يأتينا. سلطان بن محمد بن هويشل الشامسي من يأتينا بهذه الانطلاقة الجميلة على سادس المراكز. المركز السابع يأتي وشام يمعى بن حارب بن صبيح، ووصول من مياس خادم بن عيسى المنصوري من يأتي بهذه الانطلاقة الجميلة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام بهذا الأداء المميز، المركز التاسع، المركز التاسع مع اختلاط الحابلي بالنابل في هذه المسيرة مشاهدينا الكرام. هنا ويأتينا شاهين عبد الله بن علي بن ضاعن الغفلي، والمركز العاشر غيار سعيد بن سيف بن حسين العليلي من يأتي على عاشر المراكز. ما شاء الله، شوط مليء، شوط مليء بالأعداد، شوط مليء أيضا بالمشاركين. ما شاء الله، أشكرك، أشكرك يا أبو عدنان على هذه اللقطة المتميزة التي تتابع منها مسيرتي الزمولة المتواجدة بهذا الكم المتميز في هذا الشوط. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، ومشوش مشوش على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول. عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زعل من يأتي على الصدارة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني مرهي عبد الله بن علي أبو نواس من يأتي على ثاني المراكز. هملول في المركز الثالث، سلطان بن علي بن سهيل اليبهوني أيضا من أبدع في الشوط الماضي بانتزاع نقطة متميزة أيضا في هذه الأمسية الجميلة. المركز الرابع، المركز الرابع الواضح لسعيد بن محمد بن سلطان العويسي من يأتينا على المركز الرابع. وفي المركز الخامس، المركز الخامس يلا يا عيسى، الله يا خادم يا بن عيسى، يا سلام، يتقدم في هذه اللحظات مع مياس خادم بن عيسى المنصوري، يتقدم رويدا رويدا من مركز إلى مركز. أشكرك، أشكرك يا أبو عيسى على هذا التقدم الممتاز. شاهين على سادس المراكز سيد في هذه اللحظات. عبد الله بن علي بن ضعن الغفلي وغيار القادم بكل قوة لسعيد بن سيف بن حسين العليلي من أتانا سابعا. المركز الثامن الذهب سلطان بن محمد بن هويجل الشامسي من يأتينا على المركز الثامن بهذا الأداء الجميل. تاسع المراكز، المركز التاسع جلمود عبد الله بن سالم بن رصاص العامري من يأتينا على المركز التاسع. وفي المركز العاشر يأتينا مليح لمحمد بن عبيد بالدبيلة من يأتي على المركز العاشر بهذه الانطلاقة المتميزة. إذن عشر مراكز أولى، يا سلام، والتحديات مستمرة والأداءات جميلة مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأفاضل خلال هذه المسيرة. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. نعود إلى المقدمة، ولكن خلف العشر هناك أسامي أيضا يا ما صالت وجالت، ترقبوها في الأمتار الأخيرة. هنا نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، ووضح الواضح، وضح الواضح في هذه اللحظات ما أحد شبابنا ينطلق إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى المركز الأول للسيد سعيد بن محمد بن سلطان العويسي من ينتزع الصدارة، ينتزع على
المقدمة والمركز الأول، مشوش في المركز الثاني عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زعل من يأتي على المركز الثاني، والمركز الثالث مرهي عبد الله بن علي ابن نواس هملول، رابعا السيد سلطان بن علي بن سهيل بن علي اليبهوني من يأتينا على المركز الرابع، وفي المركز الخامس شاهين عبد الله بن علي بن ضاعن الغفلي وغيار، هنا يتواجد لسعيد بن سيف بن حسين العليلي وبالرصاص قادم في هذه اللحظات مع جلمود عبد الله بن سالم بالرصاص العامري من يأتينا على المركز السابع، المركز الثامن مياس خادم بن عيسى المنصوري، تاسعا الذهب سلطان بن محمد بن هويشل الشامسي من يأتي تاسعا، وفي المركز العاشر، المركز العاشر هل من دخول في هذه اللحظات، وهنا وصول من مقصص في هذه اللحظات سعيد بن سعيد الشهواني من يصل في هذه اللحظات على المركز العاشر بهذا الأداء الجميل، 10 مراكز أولى 10 مراكز وانطلاقات وتحديات جميلة مشاهدينا الكرام، والواضح الواضح على الصدارة، الواضح على المقدمة، على المركز الأول، الواضح واضح في صدارة هذا الشوط مع 2 كيلومتر ما تبقى على نهاية هذا الشوط، نهاية الانطلاق والتعدي، الواضح وملكيته للسيد سعيد بن محمد بن سلطان العويسي من يأتي على الصدارة على المقدمة، المركز الثاني مشوش على ثاني المراكز عبد الله بن محمد بن زعل من يأتي على المركز الثاني، ثالثا هملول سلطان بن علي بن سهيل بن علي اليبهوني، وهنا الوصول من جايين عبد الله بن علي بن ضاعن من وصل على المركز في هذه اللحظات الرابع، المركز الخامس يأتي مقصص المركز الخامس لسعيد بن سعيد الشهواني من يأتينا على المركز في هذه اللحظات الرابع، المركز الخامس الذهب سلطان بن محمد بن هويشل الشامسي من يأتي على المركز، يأتي على المركز في هذه اللحظات الخامس، يا سلام ودخول، دخول من مكلف من الجانب الآخر، أحد الأسماء خبرتكم عنها وصل مكلف في هذه اللحظات، صالح الكريبي المري من وصل في هذه اللحظات أيضا وانتزع المركز الرابع وفي طريقه إلى المقدمة، وهناك أيضا أسماء متواجدة، يا سلام هنا جلمود عبد الله بن سالم الرصاص العامري يتدخل خامسا سادسا الذهب سلطان بن محمد بن هويجل الشامسي نشوان راشد بن علي بن عبيد بن غدير، وصل شاهين، وصل شاهين مطر بن محمد بن دحروي العامري، قلنا اسماء اسماء جميلة تتواجد، الحذر ايضا قادم للسيد خالد بن مطر الطنيجي مريوتينا، ولكن بعود الى الصدارة، بعود الى المقدمة بعد الكيلومتر الاخير، يا سلام هنا الصدارة، هنا هملول من غير على الصدارة على المقدمة على المركز الأول، سلطان بن علي بن سهيل بن علي اللي يبهوني على الصدارة على المقدمة على المركز الأول، الله 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 الله، يا سلام القادم هنا في هذه اللحظات نشوان راشد بن علي بن عبيد بن غدير من يأتي على المركز الثاني والمركز الثالث، شاهين لسيد مطر بن محمد بن دحروي العامري من يأتي على المركز الثالث في هذا الأداء الجميل، ولكن هنا نبقى مع الصدارة، نبقى مع المقدمة، مع المركز الأول، مع هملول المسيطر على زمام الأمور، المسيطر على الصدارة، المسيطر على المقدمة، والنقطة الثانية لسيد سلطان بن علي بن سهيل بن علي اللي يبهوني على هذا الأداء الجميل، سلام 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 يا أهالي مدينة العين للمرة الثانية على التوالي بهذا الأداء الجميل، تهانينا والناموس على هذا الأداء، وشكرا يا راشد يا بن سعيد يا الزرعي على هذا الأداء الجميل، ولحظة الوصول لخط النهاية المركز الثاني نشوان راشد بن علي بن عبيد بن غدير المركز الثالث،
شاهين موصل في المركز الثالث السيد مطر محمد بن حروي، المركز الرابع هناك لبن دحبة من وصل في المركز الرابع في هذه اللحظات، أو يمعى بن حارب بن صبيح من وصل في المركز الرابع، وفي المركز الخامس سعيد بن محمد العويسي، والبقية دخول قوي أيضا لهذا الشوط ما شاء الله تبارك الله. نعود مشاهدينا الكرام إلى التوقيت الزمني وتوقيت هنا هملول، أهانينا والناموس للسيد سلطان بن علي بن السهيل بن علي اللي يبهوني على هذا الفوز الجميل الذي سجله هملول، 10 دقائق 12 ثانية جزئين من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز الجميل. أما المركز الثاني مشاهدينا الكرام فكان المركز الثاني من نصيب نشوان من وصل في المركز الثاني للسيد راشد بن علي بن عبيد بن غدير ب 10 دقائق 13 ثانية، خمسا من الأجزاء من الثانية توقيته الزمني. أما المركز الثالث مشاهدينا الكرام فكان ثالث المراكز أيضا هنا من نصيب شاهين نعم من وصل ثالثا سيد مطر بن محمد بن دحروي العامري ب 10 دقائق 16 ثانية، سبعا من الأجزاء من الثانية، تهانينا والناموس.